السلام عليكم، معكم دكتور احمد هيكل. برحب بيكم في فيديو جديد. ناس كتير ممكن تشتكي من الم او طقطقة في الكتف اثناء الانشطة اليومية، والالم ده ممكن يكون سبب من اسبابه هو التهاب اوتار الكتف، وخصوصا الوتر بتاع العضلة اللي اسمها السوبراس باينيتس. العضلة دي بتمسك في لوح الكتف من فوق وبتعدي من المنطقة دي كده من تحت عظمة اسمها الاكروميون، وبعد كده بتروح تمسك في الكتف من قدام. فالوتر ده اثناء ما هو معدي من تحت عظمة الاكروميون ممكن يتزنق ويحصل احتكاك في العظمة دي، فدون هو اللي ممكن يسبب التهاب للوتر. والتهاب وتر السوبراس باينيتس دون يعتبر من اشهر الاصابات اللي بتيجي في الكتف، وخصوصا عند الناس اللي بتمارس رياضات بتعتمد بشكل اساسي على حركة الدراع وعلى مفصل الكتف، زي مثلا السباحة او كرة السلة او التنس، وكمان الناس اللي بتتمرن في الجيم. اغلب تمارين الجيم بتعتمد بشكل اساسي على مفصل الكتف، فلو انت بتحمل زيادة في التمرين او بتتمرن بطريقة غلط ده ممكن يسبب التهاب في اوتار الكتف. كمان الناس اللي طبيعه شغلها بتستعمل دراعها كتير، وخصوصا لو طبيعه شغلك بتشيل حاجات تقيله بايديك او بترفع دراعك فوق مستوى راسك بالشكل ده لفتره طويله، الناس دول برضو عرضه ان يجي لهم التهاب في اوتار الكتف. اكيد قلنا اكتر الناس عرضه للاصابه دي هم الرياضيين، وخصوصا في الرياضات اللي بتعتمد بشكل اساسي على مفصل الكتف. تاني حاجة، الناس اللي طبيعة شغلها بتستعمل دراعها كتير، وخصوصا في الانشطة اللي بيبقى دراعك فوق مستوى كتفك. تالت حاجة بقى، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده ونخش في العلاج على طول، الناس اللي عندها مشاكل في الرقبة زي مثلا غضروف الرقبة او في خشونة في الرقبة، والغضروف او الخشونة دول ضاغطين على العصب ومسمعين في دراعك، فبالتالي هتحس بوجع في كتفك. وكمان الاعصاب دي لما تكون مضغوطة من الرقبة، الاعصاب اللي خارجة من الرقبة دي هي اللي بتغذي العضلات بتاعة دراعك كله ومنها عضلات الكتف. فالاعصاب اللي خارجه من الرقبه دي اما تبقى مضغوطه فبالتالي مش هتغذي عضلات كتفك كويس، وبالتالي العضلات دي هتضعف، وبالتالي كتفك مش هيبقى متثبت كويس، فعشان كده الوجع والطقطقه هيظهروا في كتفك. يبقى كده ممكن يكون مشكله الرقبه دي هي اللي مسببه وجع في كتفك.